يعني من هالاجواء الرائعه بالصلت مع زميلنا احمد ابو حماد رح نحكي شوي هلا عن الموسيقى وعن آلة العود، ويمكن هي الموسيقى اللغه الوحيده اللي بنقدر نفهمها بس من خلال السمع بدون تلقين او بدون تعليم، فعشان هيك اليوم الموسيقي المبدع طارق الجندي متواجد معنا باستديو يوم جديد، رح نتحدث وندردش معاه كثير بمواضيع عديده متعلقه بالموسيقى وبالعزف على العود تحديدا. فصباح الخير، واهلا وسهلا فيك باستديو يوم جديد، جدا سعداء بانك موجود معنا اليوم. شكرا اهلا لك. فيك طارق. خلينا نحكي بالبدايه يعني عن شغفك بالعزف على اله العود، وانت يعني يمكن في شغل الناس مش كثير بتعرفها عنك انك انت دارس تخصص هندسه كيماوي، بس يعني شغفك كان بالعزف على العود اقوى من تخصصك الجامعي، فلو تحكي لي شوي كيف بدات بهذا المشوار. انا بلشت اعزف عود عمري 11 سنه، ضليتني اعزف واستمريت بالعزف للجامعه. كنت متحير بالجامعه بصراحه، انه انا بدي ادرس موسيقى هي قصه طويله، او انه بدي افوت اي تخصص ثاني، بس يعني بشكل او باخر كان خيار الاهل، لانه الموسيقى يعني كانت شيء مخيف بالنسبه للاهل، انه اذا الولد بده يدرس موسيقى شو بده يطلع يشتغل. وبتفهم هذا الخوف، يعني انا حاليا لما صرت اب بتفهم هذا الخوف. بس بعدين لما خلصت الهندسه الكيماويه رجعت عملت بكالوريوس ثاني ودرست بكالوريوس موسيقى. برافو. وبعدين تركت الهندسة بعد شغل 3 سنين. لحقت شغفك يعني. لحقت شغفي. خلينا نسمع شيء. يلا. يا طاير كثير بحب هاي الأغنية. يعني عليك يا طارق. خلينا هيك نحكي شوي عن هالآلة الوترية اللي عمرها أكثر من 5000 سنة، حابة أعرف عنها أكثر، إيش أسرار هالآلة؟ العود هو من الآلات الوترية اللي كثير قديمة، بتحكي الأبحاث التاريخية إنه هو وجد بالجيل الرابع بعد آدم عليه السلام، بالواحد اسمه لامك هو اللي مخترع آلة العود. وجدت في بلاد يعني في الحضارة الأكادية في بلاد ما بين الرافدين، فهو فعليا آلة أكثر فارسية، هو مش آلة عربية. نعم. بس طبعا بعدين صار في له هوية عربية بسبب اختلاف المدارس، يعني صار في مدرسة عربية في العزف على آلة العود، صار في مدرسة تركية، صار في مدرسة فارسية. طبعا ازدهر العود بشكل كتير كبير في الحضارة الإسلامية وخاصة في العصر العباسي. طبعا في له كان كثير اسماء، كانوا يسموه البربط. كان مثلا بالاول الوجه تبعه جلد، ما كان الوجه تبعه من الخشب. وكانت الريش اللي يعزف فيها اول شيء كانت هي فعليا اسمها ريشه، لانه هي فعليا كانوا يستخدموا هم الريش تبع الطيور، وخاصة ريشة النسر، خاصة ريشة النسر. طبعا صار كتير في تطور على هاي الآلة لوصلت لهذا الشكل حاليا. نعم. من أهم الناس اللي
اشتغلوا على الآلة وطوروها، هو اللي هو زرياب لما طلع من بغداد للأندلس، وهو اللي أضاف وتر من الأوتار، وهذا الحكي كله ازدهر في العصر العباسي في عهد هارون الرشيد. نعم، هلا أنت من كلامك بفهم إنه في أنواع عديدة للعود، في عود عراقي، في عود تركي، في عود إيراني، في عود عربي، فإيش أهم الفروقات بين كل عود من هلا في فروقات من ناحية الصناعة، من ناحية الشكل، بس الفروقات الأهم اللي هي من ناحية العزف، من ناحية الأسلوب. يعني في أسلوب عزف لما أنت بتسمعيه بتحسي إنه هذا الأسلوب تركي، زي لما أنت بتسمعي صح الموسيقى صح التركية بتميزيها. صح نفس العملية الأسلوب الفارسي، نفس العملية الأسلوب العربي أو صحيح الأسلوب الشامي، أها. فالأسلوب المصري. فهي المدارس كل مدرسة كيف طورت تختلف من عن تراثها الثانية، بالضبط. والسمع بيكون برضه مختلف. طارق، في مشروع باسم طارق الجندي والأوركسترا حقق صدى كتير كبير في الأردن، وأنت قدمت 3 أمسيات في الأردن بالسلط وبعجلون وبعمان، فأنا حابة أعرف منك شو الهدف الأساسي والرئيسي من هذا المشروع؟ مشروع طارق الجندي والأوركسترا اللي بلشت فيه أنا بتاريخ 16/8/2018 قبل شهرين، هذا المشروع كان هو إعادة توزيع بعض الأعمال من مؤلفاتي بالإضافة لمؤلفات جديدة لآلة العود مع الأوركسترا أو الأوركسترا الوطنية الأردنية. وفعليا كان المفروض يكون عندنا 6 حفلات، اللي هي في أول حفلة عملناها في الأردن، وبعدين عفوا بعمان، نعم بعمان وب بالسلط وبعجلون. هذا المشروع بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان، حلو وراح يكون في عندنا كمان 3 أمسيات، اللي هي راح يكون في عندنا بمادبة، وراح يكون في عندنا في إربد، رائع وراح يكون في عندنا كمان بالكرك. نعم الهدف من هذا المشروع هو نشر الوعي الموسيقي، التعريف بالمؤلفات الموسيقية، التعريف بمؤلفين موسيقيين أردنيين، نشر ثقافة الموسيقى الآلية، والخروج من العاصمة إلى المحافظات، بحيث إنه يعني نقدر نستهدف أكبر عدد ممكن، لأنه يعني في مشاهد ثقافية كتير مهمة بالمحافظات لازم نركز عليها. لازم ضروري جدا. خلينا نحكي شوي طارق عن عزفك على آلة التشيلو مع أوركسترا المعهد الوطني سنة 2008، صح. فيعني أنت هلأ شو شعورك إنه الأوركسترا هي اللي قاعدة عم تعزف مؤلفاتك الموسيقية؟ بصراحة أول إشي أنا لأني ابن المعهد الوطني للموسيقى، أنا خريج البكالوريوس من المعهد الوطني للموسيقى والماجستير من الجامعة الأردنية، فأنا بحس بالامتنان يعني لهدول المؤسستين نعم بصراحة، خاصة المعهد يعني اللي هلأ لما أنا عم بعزف بالأوركسترا وعم بيكونوا مثلا أنا عم بعزف مع أساتذتي ومع أصدقائي، في شعور بالفرح، في شعور بالامتنان، لأنه شعوري بالفرح إني أنا بعد 15 سنة أو 12 سنة من الشغل، نعم يعني ولأني أنا خريج التعب المعهد والجهد بالضبط، رجعت للمعهد، بس رجعت له في مشروع كلنا قاعدين عم نشتغل فيه. نعم هي واحد. الشغلة الثانية، في عندي امتنان كتير كبير للأساتذة اللي بيعزفوا معي، لأنه فعليا هذا اللي هم أعطوني إياه، يعني هو حصيلتي اللي أنا هذا تعلمته هو منهم سر النجاح. الحمد لله. يعني بتعرفي دائما هي كلمة النجاح كلمة كبيرة، يعني أكيد، بس طموحي لا محدود حسناته سيئاته، بس دائما الواحد بيكون بده أكثر. نعم. طيب طارق، نحن حابين نعرف كتير قصص عن آلة العود وعن مخططاتك المستقبلية، وإيش في مشاريع جديدة جاي، وإيش في حفلات، لكن نحن حابين هلأ وطمعانين كتير إنه نسمع منك هيك معزوفة حلوة على آلة العود. أوكي، خليني أعزف إشي من مؤلفاتي اسمها يسار. يسار، أوكي. Thank you.
على الإحساس، يعني أنا لاحظت إنك مغمض عيونك طول الوقت، شو السر؟ بتعرفي لما الواحد بيعزف، خاصة لما بيكون موسيقي، لما بفوت بمرحلة إنه بيعزف بينفصل فعليا عن العالم، يعني هذا العالم الواقعي عالم ثاني. بيصير بعالمه، أكيد. أو مرات بيكون بده يركز أكثر. صح، حلو كتير. طيب طارق، احكي لنا شو جديدك، ايش في عندك اشياء في قادم الايام؟ هلا بصراحة بعد مشروع طارق الجندي والأوركسترا ما يخلص، في كتير هلا مراسلات عم بتصير مع أوركسترات عربية ومع أوركسترات عالمية، بحيث إني أرجع أعرض هذا المشروع في كتير بلاد، لأنه بصراحة كتير بيهمني إني أعكس هوية موسيقية محترمة عن الأردن، هوية موسيقتنا الآلية. يعني هذا الشيء بيشرفنا كأردنيين إنك توصل هذا المشروع لكل بلدان هو العالم. الشرف إلي إني أنا أحمل اسم الأردن وإني أطلع فيه وأوصل هاي الرسالة، لأنه كتير مهم إنه نوصل شو الجانب الثقافي اللي عندنا، شو المشهد الثقافي، وبالنهاية هاي مسؤوليتي أنا كموسيقي أردني. رائع رائع طارق، نحن كثير سعدنا بوجودك شكرا معنا اليوم لك، أنا استديو اللي جديد. سعيد كل شهر. الشكر لأنك أطربنا بموسيقى فعلا رائعة من خلال آلة العود. كل الشكر لك شكرا طارق. لك. أما الآن مشاهدينا رح نروح مع بعض لفاصل ومنواصل بعده، خليكم معنا.